نصل مشاهدينا إلى فقرة ضيف لهذه النشرة، ونخصصها اليوم لمخطط تخفيف الحجر الصحي الذي أعلنت عنه السلطات المغربية بدءا من يوم 24 يونيو. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الدكتور محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم يا جوارة. دكتور نبدأ إذا سمحت بالبلاغة المشترك ليوم أمس، والذي أكد ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. هل هذا التوازن معقول اليوم؟ هل هو مساق اليوم؟ هو في الحقيقة هو أمر صعب التحقيق، لأننا نتحدث عن معادلة فيها الكثير من المتناقضات، لأن لا يمكن أن نحقق الإقلاع الاقتصادي وفي نفس الوقت أن نحافظ على سلامة وأمن الصحي للمواطنين. ولكن مع ذلك يجب أن يكون هناك إبداع، يجب أن يكون هناك تفكير جدي في الوصول إلى تحقيق هذا الأمر، لأن لا يمكن أولا أن نواصل بنفس الطريقة، لأن المنهجية التي تم اعتمادها في البداية كانت من أجل تحقيق غاية، هذه الغاية هو التحكم في انتشار الوباء، وربما بعدما ما تم تحقيق هذه الغاية يجب التفكير في المحطة والمرحلة الموالية. المرحلة الموالية هو الإقلاع الاقتصادي وعودة الحياة إلى وضعيتها الطبيعية. إذن فبالتالي ربما يجب أن نتعامل بالكثير من الذكاء، فيه نستثمر ما تحقق من مكاسب وهي جد مهمة على مستوى ثقة ما بين المواطن وما بين السلطات العمومية، وعلى مستوى آخر وهو الإمكانات التي تم توفيرها لحد الآن من خلال البنية التحتية ومن خلال الأدوات والآليات، وكذلك من خلال تمرس الطاقم الأمني والطاقم الطبي على مواجهة الظاهرة. ثم كذلك أننا نحن منفتحون على العالم، ننظر إلى الممارسات الإيجابية التي تم اعتمادها من قبل الكثير من دول العالم، دون أن ننسى أن تطور الوباء هو ربما الآن نحن في مرحلة أو محطة فقد فيها الفيروس الكثير من شراسته التي كانت منذ البداية. إذن في ظل هذه الأجواء السياسة التي يجب اتخاذها يجب أن تكون سياسة ذكية تعمل على خلق هذا النوع من التوازن الذي يظهر أنه مستحيل، ولكنه ممكن إذا ما تم كما قلت التفكير بجدية في حلول ذكية. لا يجب أن نلجأ إلى الحلول السهلة والبسيطة، بل نحتاج في هذه الفترة إلى حلول ذكية تحاول ما أمكن أن تحافظ على هذا التوازن المطلوب. طيب دكتور، هناك إجراءات وطنية وهناك إجراءات تتعلق بالمنطقة واحد وأخرى تتعلق بالمنطقة اثنتين، ما هم أن تكون هناك مرونة في ذلك كذلك؟ هذه المرونة هي مرتبطة بعملية الرصد، لأن في من بين الوسائل المعتمدة وهو المقاربة الترابية أو ما يسمى بالمقاربة المجالية لتدبير الجائحة، بحيث أن معلوم أن المجتمع المغربي على المستوى المدن والقرى المغربية هناك اختلاف وتباين، هناك مناطق فيها أنشطة كبيرة، هناك فيها تجمعات بشرية قوية، وفي بالمقابل هناك فضاءات أخرى ليس فيها حضور قوي سكاني، وكذلك على مستوى الأنشطة تكون أقل. فبالتالي يجب أن لا نتعامل مع المجال الجغرافي المغربي بنفس الكيفية. الآن نحن من خلال لجان اليقظة المحلية نستطيع أن نقيم وضعية الوباء، هل هو في قابل أو أنه في وضعية متحكم فيها وضعية خطورة، أم أننا قد نخسر ما حققناه لحد الآن. فهذا النوع من التدبير المجالي والجغرافي وكذلك نعتبره أسلوبا من الذكاء الذي بفضله يمكن أن نحقق مكاسب. الآن هل ما يتم اتخاذه حقا أنه قد يلبي طموحات جميع
الفئات والشرائح، هذا أمر ربما هو الذي يجب أن نناقشه، لأن في بعض الأحيان يجب أن لا نتخذ إجراءات ونعممها على جميع الفئات. مثلا على سبيل المثال عندما يتم اتخاذ قرار يتعلق بأن الطاقة الاستيعابية 50% أو القدرة للشغل 50%، هذا الأمر ربما شخصيا أعتبر أنه يجب أن يناقش مع الفئات المستهدفة والمعنية بالأمر. لماذا؟ لأن الأمر سيكون فيه تأثير كبير ليس فقط على المهنيين وعلى ذوي الأنشطة، بل سيكون له تأثير كذلك حتى على المواطن. طيب دكتور، حقيقة نعم نعم واضح. اليوم تم الإعلان كذلك عن تفاصيل استئناف رحلات الحافلات والقطارات وكذا الرحلات الجوية الداخلية، ما أهمية أن نلتزم بالإجراءات الضرورية لحماية الجميع كذلك دكتور؟ بالفعل هذه عملية هي مهمة وخطوة صراحة أقول أنها كانت جريئة أن تتخذ السلطات العمومية هذا القرار، لأن مسألة تنقل ما بين مختلف مناطق المملكة هي من الأمور الأساسية، ولكن فيها مغامرة وفيها خطورة. فبالتالي ربما أن اللجوء إلى هذا القرار هو مرتبط بكون أن المواطن المغربي الآن أصبح قابلا لكي يتفاعل إيجابا مع ما يطلب منه من إجراءات احترازية. في البداية كان المواطن يجد صعوبة في أن يتعامل يوم بشكل دائم مع الكمامة، الآن هناك سهولة وأصبحنا نتعود. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتطلب منا أن نتعامل مع الوباء باعتباره سيتعايش معنا لفترة لا نعلم مداها. إذن ففي إطار سلوك للمواطن المغربي الذي تغير في هذه المدة، مدة الحجر الصحي، يمكن أن نقول أن يمكن للسلطات العمومية أن تتخذ إجراء من هذا القبيل، وقد تنتقل لاتخاذ إجراءات أخرى مشابهة أو أكثر. إجراءات أخرى مثل ماذا دكتور؟ إجراءات أخرى مثلا الآن نتحدث عن الملاعب الرياضية، مثلا عن الحفلات، الأنشطة التي يكون فيها التجمعات البشرية بشكل أكبر، لأنها الآن لحد الآن السلطات العمومية لم تغامر بالانتقال إلى هذه المحطة، ولكن عندما تلاحظ أن هناك تجاوب مع الإجراءات المتخذة لحد الآن ربما قد ندفع السلطات العمومية إلى اتخاذ هذا النوع. ولكن ربما أنا شخصيا أعتبر أننا سنمر بامتحانات وبتجارب هي التي ستخول للسلطات العمومية تقدير ما تراه ملائما من إجراءات مستقبلية، أهمها سيكون مع امتحانات البكالوريا المقبلة. يجب أن لا ننسى أن نتحدث عن أزيد ما 460 ألف مواطن وشاب مغربي وشابة مغربية ستنتقل في مجموع التراب الوطني بشكل جماعي في نفس التوقيت. إذن فبالتالي هذا سيكون امتحان. إذن هل ربما إذا نجحنا في هذا الامتحان سندفع السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف أكثر؟ شكرا جزيلا لكم الأستاذ دكتور محمد العمراني بخمسة على كل هذه التوضيحات.